من يقول أن إحدى عجائب الدنيا السبع قد انتقلت إلى الكويت، ففي ضاحية عبد الله المبارك في العاصمة تم الانتهاء من بناء مسجد الصديقة فاطمة الزهراء الشبيه للمعلم التاريخي البارز في الهند تاج محل. فكرة بناء المسجد بهذا الشكل جاءت نتيجة إعجاب القائمين عليه بالمعلم التاريخي الهندي، فتم تنفيذ هذا المشروع بعد موافقة السلطات الهندية. تقدمنا بطلب لوزارة الأوقاف الحكومة بشكل رسمي، وافقوا عليها وأعطونا موافقات رسمية، بعدها أخذنا موافقة من السفارة الهندية على التصميم الخارجي للمسجد. هو يعني شبيه إلى حد ما بتاج محل الموجود بالهند، ولكن بشكل مصغر طبعا، وأعطيناه أيضا الطابع الإسلامي. واستغرق بناء المسجد مدة 4 سنوات تعرض خلالها لعدد من المشاكل التي كادت أن تمنع إقامة أو تنفيذ هذا المشروع الفريد من نوعه، ولكن القائمين عليه استطاعوا تجاوز الصعاب بعد أن تغلبوا على العقبات التي وقفت أمامهم. قالوا إن في بايب نفط، وتبين بايب بعيد عن المسجد وماكو أي بايب، يعني لو في نفط ما يعطونا موافقة بلدية، والخطوط الجوية الكويتية موافقين وشركة النفط موافقين، لأن إحنا جريب على المطار يعتبر، لأن لازم تأخذ موافقة من طيران المدني. بالأخص يقول لك يسمح لك ولا ما يسمح لك تبني جريب على المطار أثناء طيران أو سقوط طيران.